إلى مسألة أسماك القرش. زي ما الثانوية العامة مسببة هلع طول الوقت على الفاضي، القصة بتاعت سمكة القرش هلع على الفاضي والله العظيم، يعني الكل متأثر بالفيلم بتاع جوز بأجزائه، فيلم ظريف ولطيف وجميل كده وكلاسيكيات السينما، ونتفرج ونضحك ونهزر ويحط أنبوبة الأكسجين في بقه ويضربها بالخرطوش وشكرا على كده. ده فيلم لا داعي للهلع. أظن كل الخبراء قالوا رأيهم في هذا الخبراء، وما تسمعش غير للخبراء. الخبراء قالوا لنا لا داعي للهلع، لا داعي للقلق. يا جماعة أنت بتتكلم على حادثة مرة في السنة، أمال أمريكا اللي فيها أكتر من 1800 حادثة دي إيه؟ إلا ما بيطلع هناك أقل حق ما تروحش على البلاد، الناس بتروح وبتنبسط وكله تمام. لا داعي للهلع كمان في إطار إنه الدولة ما هياش واقفة مكتوفة اليد ولا بتتفرج ولا لابسة غمايات سودة على عينيها. يعني وزارة البيئة استعانت بمجموعة من الخبراء الأجانب، ليه خبراء أجانب؟ عشان هم اللي عندهم خبرة في هذه المواضيع، إحنا ما عندناش يمكن خبرة كاملة في مثل هذه الأمور، اللي هي إيه؟ عايزين نركب أجهزة سنسرز علشان ترصد أسماك القرش في البحر الأحمر، بتتحرك إزاي وبتمشي فين وإمتى بتبدأ تطلع الخلفة بتاعتها واللي هي البيض بتاعها وإمتى البيض وأنهي أنواع من المية ودرجة حرارة المية بتبقى إيه لما يحصل فيه، قصص متعلقة بخبراء علوم البحار والأحياء البحرية بس. قصص تانية متعلقة بالخبراء اللي بيركبوا أجهزة الاستشعار بس. حد تاني هيقعد يفتي؟ الناس بتفتي ليه؟ طيب نسأل دكتور مجدي علام أمين عام خبراء البيئة العرب. ازيك يا دكتور مجدي؟ أهلاً. أنا بدأت الكلام بأنه لا داعي للهلع، صح ولا إيه؟ ده حقيقي. طيب أولاً عايز أقول أنه الأسماك دي في موطنها الطبيعي، يعني مفيش حاجة غريبة أو مفاجأة جات لنا يعني. ثانيا زي ما في أسماك قرش احنا مع الدولفين بيلعبوا مع الدولفين زي القرش يحطوا بيها تحت البحر ويتفرجوا ويلعبوا مع السبمارين، ما عندهمش أي مشكلة. إذا تناغم في علاقة البشر مع سكان البحار، وساكن البحار الأشهر في هذه المنطقة هو سمك القرش، وسمك القرش عادة لا يهاجم أحدا إلا في الحالة اللي حصلت فيها دي. إيه الظروف الحالة دي؟ الحالة دي أولا هذه القرش كانت ممزقة، ثانيا واضح أنها دخلت في صراع مع أسماك قرش أو كذا وأصبح فيها نزيف وأصبحت في حالة اضطراب، فالتصرف غير طبيعي والموقف غير معتاد وغير متكرر، فهي صدفة غاية في يعني النذور، نادر جدا ما تحدث مثل هذه الحالة. عايز أقول لحضرتك منذ عام 1909 حتى الآن اعتداء القروش تم على 70 شخص. 70 لحظة 40 شخص 40 قرب على مستوى العالم لهجوم أو مشاكل مع أسماك القرش. فلما تبص للمدة الزمنية دي اللي احنا النهاردة 2023 وتبص للعدد ده تشعر انه حالات استثنائية كان أشهرها على شاطئ أسبانيا، وفي شاطئ أسبانيا ده العالم كله بيروح. أيوه. وقول الناس إنه في أسماك قرش على شاطئ كوستا بلانكا الأسباني، وأسماك القرش بتعوم جنب الناس، فالناس الأول يعني اتخضوا وبعد كده بقى يلعبوا معاها. البحر الأحمر فيه 44 نوع من أسماك القرش والحيتان. حلو. أصل 460 نوع في كل بحار العالم. البحر الأحمر. يعني أنا عندي 10% من هذه الفصائل. سبحان الله.
ده نعمه من ربنا. هنا البحر الاحمر على فكره البحر الاحمر ده طبعا يعني احنا بنسميه حديقه مرجانيه، يعني اسماك الجزء بتاع الشعاب المرجانيه فيه حاجه جنات تحت المياه. الناس اللي بييجوا يشوفوا المرجان بالوانه وهو بيتحرك واشعه الشمس ونفاذيتها هي مصدر الحياه والنمو لهذا النوع من انواع الكائنات البحريه. كون ان يبقى في سمك قرش يعدي او ما يعديش، طب ما احنا حصل عندنا ثلاث حيتان والثلاث حيتان عدوا من مضيق جبل طارق ومشوا لغايه لما جم ماتوا عندنا في شاطئ المدينه الاسكندريه. والناس خدت الموضوع ده والنهارده بقى موضوع بيتدرس ان احنا عندنا ازاي الحيتان تخش البحر المتوسط. ده احنا بنسال ازاي الحيتان دي تسيب المحيط الاطلنطي الضخم ده وتهرب على البحر المتوسط الضيق، لانه في بدا الغذاء يقل بتاع الاسماك البحريه وفي الاويل سبيلز نفسها في المحيطات الكبرى بقى في قطرات البترول دي بتاثر على الغذاء بتاع هذه الحيتان وعلى الاسماك بشكل عام يعني. لكن اللي حاصل في مصر جزء يسير جدا مما حدث في على فكره اسكندريه السنه اللي قبل اللي فاتت كان في يعني حوت نافق على شط جنب الجزء الشرقي في محافظه اسكندريه. أيه. والناس تقبلت يعني الموضوع والاكاديميه البحريه خدته وعملوا عليه دراسات وعملوا عليه فحوصات ودراسات بالظبط على هذا الموضوع. النهارده ده الحوت ده كان طوله 13 متر وعمره 8 سنوات ويمثل نموذج للثدييات البحريه وموطنه الاصلي من المحيط الاطلنطي. ساب المحيط الاطلنطي ده كله وده انه ماشي لغايه لما وصل لاخر البحر المتوسط عندنا في اسكندريه. احنا هنا لقينا ان بتغير المناخ وتقلب الجو له دور في حركه الحيتان اللي سابت المحيط وداخله على البحر الضيق. لكن البحر الاحمر احنا بنعتبره بحيره شبه مغلقه، انت لما تبص على البحر الاحمر تلاقي عند باب المندب كان بالظبط هو مضيق باب المندب بالظبط وبعدين ينتهي حتى الخليجين السويس والعقبه وصولا الى البحر المتوسط عن طريق كمان قناه السويس، يعني مش لوحده مقفول يعني من الشمال. هذه بحيره نموذجيه لاسماك القرش. وعايز اقول لك خمس مواقع في العالم فقط التي تجد فيها هذا التنوع البيولوجي اللي زي موجود عندنا احنا. وبعدين فلوريدا لان احنا نفس خط العرض بتاعنا بتاع البحر الاحمر مع خط العرض بتاع فلوريدا في الولايات المتحده. تلاقي عندنا هذا التنوع البيولوجي بقى دي حاجه رباني مش احنا اخترعناها ولا يعني طبعا. وذلك السياح يجوا من اخر الدنيا يعني يقطع تذكره من اخر امريكا واخر كندا عشان ينزل بس يشوف منظر الشعاب ده المجلية. هو التنوع ده يعني اللي موجود عندنا في البحر الاحمر يا دكتور. يعني اما جيت سالت يعني ومن فتره يعني انه لا ده التنوع اللي عندي سواء اذا كان في الاحياء المائيه او في الشعاب المرجانيه اللي عندي افضل واقوى واكثر ثراء بكتير من الحاجز المرجاني العظيم اللي عند استراليا. يعني انا عندي فعلا نعمه من ربنا كبيره قوي 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 قوي، فلا داعي لان احنا نقعد نحيطها بشائعات وبموجات هلعيه. يعني المسألة ما هياش كده خالص. أنا بشكرك مرة تانية دكتور مجدي علام أمين عام خبراء البيئة العرب. مش عارف حضراتكم، لا هو الناس اللي قدي هم اللي يفتكروا الدكتور حامد جوهر وبرنامج عالم البحار. دكتور حامد جوهر ده بالمناسبة واحد من أهم 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 علماء وخبراء الأحياء المائية في العالم، وكان مستشار للأمم المتحدة لفترة طويلة. يعني لو كنتوا اتفرجتوا على البرنامج ده والله بتكلم بجد ما كان هيصيبكم هذا الكم من الهلع، بل مش هيصيبكم الهلع أصلاً.